فقرتنا الثقافية نتعرف من خلالها على أنشطة اتحاد الناشرين السوريين والتحضيرات لمعرض الكتاب السوري وطبيعة المشاركة وأهمية هذا الحدث على الساحة الثقافية والعديد من الأسئلة. رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم حافظ. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين والمتابعين معنا اليوم بهذا الصباح الجميل اللي خليني أقول مثل ما قلتي مفعم بالأمل إن شاء الله وبالنشاط الثقافي المتميز. يعني دائما الكتاب هو بوابة ثقافية أساسية وأولى لكل المجتمعات العالمية والإنسانية، والمجتمع السوري هو منهم، ونحن عم نحاول بمعرضنا للكتاب السوري أن نعيد هذا الألق، نعيد القراءة إلى مسارها الصحيح، نعيد التوجه إلى الكتاب بشكله الأمثل. خلينا بالبداية نحكي عن أهمية هذا الحدث والتحضيرات لمعرض الكتاب السوري، ودائما لنا وقفة معك أستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين لنحكي عن أهمية الكتاب. يعني فعليا في ظل الأزمات اللي عم نتعرض لها أنتم ما وقفتوا نشاط ومستمرين مثل ما قلت بداية حديثك لإنعاش حالة القراءة وأهمية الكتاب اليوم، فخلينا نحكي عن أهمية هذا الحدث. الحدث أهميته تكمن في ظل ظروف صعبة اقتصادية ومعقدة، في ظل ظروف أزمات عم تمر فيها بلدنا. نحن اليوم كثير من الناس بتسأل إنه يا ترى في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة هل هو من اللائق أو من المناسب إنه نحن نساوي معارض للكتاب؟ هل هو هذا الحل الأنجح والأنجع لأنه نحن نشتغل على موضوع القراءة؟ بالحقيقة القراءة هي المادة الأساسية الأولى لخليني أقول خروج المجتمع إلى الوضع الطبيعي والأساسيات اللي نحن لازم ننطلق منها من القراءة. واليوم نحن عم نقول معرض للكتاب السوري هو دعم في الأساس المعرض للناشر السوري لإظهار ما أنتجه هذا الناشر وما قام به في نشاطات ثقافية ومعرفية في الوطن العربي. حننقل هذا الموضوع للقارئ السوري، حيكون في عنا لدعم القراءة في سوريا من خلال هذا المعرض حسومات جدا كبيرة، حيكون في له أهمية كبيرة بهذا التفاعل الثقافي ما بين القارئ وما بين الناشر وما بين المصمم وما بين الكاتب. إعادة الروح، روح المعرفة، روح القراءة. أهمية القراءة تكمن لا تقل أهمية عن أهمية الغذاء، عن أهمية اللباس. لذلك كانت رؤية السيدة وزيرة الثقافة على أنه إقامة هذا المعرض رغم الظروف الاقتصادية اللي عم تمر فيها بلدنا، حنحاول كلياتنا نقدم كتاب خليني أسمي لك إياه بسعر متوازن، يكون ضمن يعني إمكانيات تماما، ضمن إمكانيات قارئنا، ضمن إمكانيات مجتمعنا. طبعا حقلكم شوي بعض التفاصيل، عدد المشاركين تجاوز 60 ناشر سوري، وهالسنة في عنا بادرة جديدة حننزل الكتاب العربي. يعني مو حيكون بس الكتاب السوري، حننزل ضمن وكالات الناشرين السوريين حيجيبوها لكتاب عربي، بحيث انه يكون هذا الكتاب العربي ايضا موجود تحت مظلة معرض الكتاب السوري، وهذه لأول مرة بتصير. طبعا نحن اليوم هدفنا تنشيط القراءة وهدفنا تنشيط الثقافة. طبعا المعرض حيبدأ بأربعة عشرة إلى 14 يعني مدته 10 أيام، حيترافق بالمعرض نشاطات ثقافية متعددة تلبي جميع احتياجات المجتمع. حيكون المعرض مفتوح من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 9 مساء. حيكون معرض له أهمية، أنا فيني أعتبره أهمية قصوى للكاتب.
السوري، بحيث أن يكون في عنا مثل ما كنا السنة الماضية حفلات من التوقيع بشكل مستمر. حنركز بشكل كتير كبير على الكتاب الشباب، لأنه شعاره كان كتير حلو هذا العام، ونحن لأول سنة بنقول أنه نحن الشعار سيستمر بشكل دائم، اقرأ لنرتقي. وهذا كلمة اقرأ لنرتقي، أهمية الارتقاء المجتمع من خلال القراءة ومن خلال الكتاب ومن خلال الواقع الثقافي، هاي رؤيتنا نحن اليوم كاتحاد ناشرين. وشاركتنا بهذه الرؤية إدارة معرض مكتبة الأسد، مشكورة على الجهود اللي عم تنزلها، كمان السيدة وزيرة الثقافة لها دور كتير كبير بحيث أن تذلل الصعاب اللي حتواجه المعرض، إن كان على صعيد الناشر من حيث خفضنا تكاليف الإنشاء والبناء، تخفيض تكاليف الإنشاء والبناء حيساهم في تخفيض سعر الكتاب. يعني نحن اليوم بجوز تتفاجئي ربما في سعر كتاب سوري اليوم بهذا المعرض ب 10,000 و 15,000 و 20,000، وهذا الكتاب نفسه ربما عم ينباع بالدول العربية ب 100,000 وربما أكثر. إذا نحن حنحاول بدنا حصومات أكبر، نعمل يعني نعمل نعمل يعني فعليا أصحاب الدخل المحدود حتى 20 و 25 مبلغ كبير بالنسبة لإيبو. برافو عليكي. ونحن سابقا نحن استضفناك ودائما بنحكي عن هي الجزئية، تقديم التسهيلات والتخفيضات الكبيرة. يعني بالمعرض السابق كان في كتب ب 2000 و 3000، نحن بنعرف فرق العملة وكيف صار في ارتفاع وغلاء بالأسعار، بس فعليا اليوم كل الأسر اليوم يعني صورنا السنة الماضية كانت الأهالي عم يجوا مع أولادهم، في ناس عندهم ولدين ثلاثة، بما يخص الأطفال والقصص كان في أسعار رمزية يعني حتى أقل من التكلفة ونحن بشكل خاص. ونحن هذا العام كمان بنفس الموضوع حتكون الأسعار أقل من التكلفة. حنفاجئك بكتاب عربي، أنا عم بقصد ب15 و20 ألف، حنفاجئك أيضا بكتاب سوري موجود ب5,000 و4,000. حيكون في عنا رؤية كتير مهمة، نحن ما حننطلق أبدا بالنسبة للأسعار على فكرة التكاليف. يعني نحن لا ننظر الآن بهذا المعرض أنه نحن التكاليف الكتاب رقم، نفترض الكتاب اللي بيكلف 10,000 مفترض جدليا نحن نبيعه ب12 أو ب15، لا، اللي بيكلف 10 ربما ينباع ب6 وربما ينباع ب7. هذا دور اتحاد الناشرين، هذا دورنا نحن اليوم، دورنا في بناء هذا المجتمع، دورنا المؤسس والمؤثر في تأسيس ثقافة واعية عند المجتمع، لأنه القراءة بصراحة هي الرافد الأساسي لبناء المجتمع. اليوم احنا بدنا نبني مجتمعنا، ما بدنا نبني فقط في العمران وفي السيارات وفي الأبنية وفي الشوارع، لا، بدنا نبني بناء الإنسان، والإنسان هو غايتنا وهو غاية الحياة. لذلك احنا اليوم بوقت منقول السبب الرئيسي لهذا المعرض إيصال هذا الكتاب إلى القارئ بأسهل الطرق. صحيح. وأيسرة، وخليني أقول كلمة هيك شعبية شوي، وأرخصة. أكيد. بحيث أنه نحن نرجع نشوف الأسرة السورية كلها مثل ما قالت الأنسة، أولاد وبنات وصبايا وشباب كلها عم يحاول يشتري هذا الكتاب. ونحن السنة الماضية إذا تذكري كتير حفلات توقيع سويناها، وزعنا الكتاب مجانا. وحنعاود هذا العام، حنعاود بحيث أن يكون الكتاب هو خليني يسميه بوابتنا للخروج من هذه الأزمة. اليوم في عنا كتير مشاكل اقتصادية موجودة، وكل الأسر عم تحس فيها وكلاتنا عم نحس فيها، لكن نحن اليوم كناشرين ككتاب كمثقفين هدفنا دفع العملية القرائية من خلال تخفيض سعر الكتاب، من خلال إيجاد الكتاب الجيد. وأنا بدي أكد على أنه نحن إيجاد الكتاب الجيد. اليوم دور النشر السورية دائما رافعة شعار، والشعار هو الأهم، محتوى الكتاب الجيد. يعني نحن كتابنا كتاب جيد، وبتقول لك كل الكتب اللي ستكون معروضة لا خوف عليها على الأسرة السورية، كل الكتب المعروضة حتكون هي بمتناول الجميع ثقافيا. يعني ما عندنا نحن اليوم كتاب هدام، ما عندنا كتاب لا يليق بمجتمعنا، كل كتبنا تدعو إلى الأخلاق وتدعو إلى الوطنية وتدعو إلى محبة الناس وتدعو إلى التسامح وتدعو إلى السلام. هذا نحن يلي نحن بدنا نقول
نقرأ لنرتقي، هذا أكيد. شعار مهم، ولازم نحن بصراحة نتساعد. وأنا بطالب الآن من خلال بوابتكم الظريفة واللطيفة رجال الأعمال أن يكون مساعدة في دعم هذا المعرض من خلال إن كان من خلال إعلاناتها بهذا المعرض، إن كان من خلال ربما أن تشتري بعض الكتب وتقدمها مجانا إلى الداخلين. هذا نحن اليوم مجتمعنا مجتمع متعاون متكافل، نحن اليوم كلنا بحاجة أن نتساعد ونكون يدا بيد لبناء مجتمع ثقافي، مجتمع فعلا. متحضر، مجتمع أن تكون القراءة هي الرافد الأول، وأن تكون القراءة بصراحة هي الرؤية اللي نحن نشوف إنه من خلال القراءة نخرج من هذه الأزمة، من يعني خلال الكتاب، من خلال الثقافة. لذلك ربنا عز وجل دائما بكتابه العزيز أول ما قال وأمرنا بكلمة اقرأ، وكلياتنا يجب أن نتساعد، وأنتم كإعلاميين بدنا نتساعد نقول احنا دائما معكم. هلا دوركم، نحن دائما مرافقينكم بكافه نشاطاتكم، وفعليا حتى بمعرض الكتاب رح نكونوا دائما على مدار فعليا السنوات كنا معكم شريك ورح نبقى. ونحن يعني دائما نعتز بهذه الشراكه الاعلاميه اللي عم تكون ما بين اتحاد الناشرين وما بين الاعلام السوري ككل، والاخباريه السوريه بشكل خاص لها دور كثير مهم معنا في الرسائل اليوميه، ومعنا ايضا في الاضاءه على الكتاب. انا بتمنى كمان هالسنه يكون في عندكم شيء نسميه رسائل يوميه، رسائل ثقافيه تسلط الضوء على بعض الكتب الجديده السوريه، يلي أكيد. انا بدي لكم وبدي اقول نحن هدول الناشرين الابطال يلي عم يشتغلوا ويعززوا هذه الثقافه القراءه اللي مجتمعنا كلته بحاجه الها، بحاجه ايضا لاضاءه اكثر، وبحاجه الى اعلام اكثر واعلان، وبحيث انه نحن ان يكون معرض الكتاب السوري هو معرض لكل مواطن سوري. أستاذ هيثم، خلينا نوضح بمقابلة سابقة مع حضرتك ذكرنا أنه يمكن رح يتم تبني شباب عندهم أفكار عندهم مواهب للقراءة والكتابة والرواية، خلينا نوضح هل فعلا تم تبني هدول الشباب؟ تمام، نحن اليوم عم دائما عم نقول وعم نأكد على أنه نحن الشباب يجب أن يكون في عنا سميتها دائما صناعة كاتب. صناعة كاتب يجب أن نتساعد جميعنا في صناعة وإظهار كتاب سوريين جدد شباب أعمارهم ربما على فكرة بال15 وبال18 وبال20، وتشوفيهم عم يوقعوا كتب. كان في عندي أنا بالدار تبعي السنة الماضية 5 من هدول في دور نشر تاني كمان عندها اتحاد الكتاب العرب عم يساعد كمان بإبراز هدول الكتاب الجدد، لأنه بناء البلد، بناء الوطن الجديد، بناء الرؤية الاقتصادية الجديدة الناجحة تحتاج إلى كل الأيادي، وأيادي المثقفين والكتاب والقراء هي الأيادي الأولى. يعني اتحاد الناشرين السوريين فعليا كان له دور كبير وما زال مستمر ضمن الإمكانيات الموجودة فعليا والظروف. إن شاء الله بالمحطات القادمة نستضيفك ونستضيف الشباب اللي تم تبنيهم لأن حكينا عنهم سابقا. بالختام بدنا نشكرك، أكيد نتمنى لكم التوفيق. أنا بشكرك وبشكر هذه الاهتمام الكبير لاتحاد الناشرين والناشرين، وبدي لكم هذا اتحاد الناشرين هو لكل سوريا، لكل المجتمع السوري اللي هدفه دائما تعزيز دور القراءة في المجتمع، وخاصة نحن اليوم عم نشوف طلابنا بمدارسنا وبمعاهدنا وبجامعاتنا قديش عم يعززوا قيمة العلم والمعرفة، ونحن كلنا بدنا نتساعد معهم إن كان كاتحاد ناشرين، إن كان كقراء، إن كان كمثقفين، إن كان كمان كأسر. وأنا بدي ركز على موضوع الأسرة. الأسرة يجب أن تكون بناءها بناء ثقافي اجتماعي، بناء ثقافي قرائي أكيد. ومعرفي أكيد. والختام نرجع منأكد على كلامك، نقرأ لنرتقي. بدنا نتشكر كتير وجودك معنا لليوم، نورت صباحنا. شكرا، شكرا لكم، وشكرا للجمهور يلي بده يشوفه، بدنا نشوفه ويشوفنا في معرض الكتاب. موفقين.